عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى البنات تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله يا ربي. عواشركم مباركة، الله يدخل علينا رمضان وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية كل ما تمناو. والحاجة يعني اللي كنتمناوها كاملين هي أن ربي يحيد عنا هذا الوباء يا ربي إن شاء الله، ورجعوا لحياتنا العادية. المهم البنات، كنت باغا ندير لايف ساعة، ما بغاش، ما عرفتش عكس ليا، ماشي مشكل. كنت بغيت نوريكم هذا الكريون اللي كنت دايره البارح، سولوني عليه شي بنات، قالوا لك زعما، قالوا لي واش كحول ولا كريون ولا زعما فين شريتيه. المهم داكشي باغوا لي ديتاي، وبغيت ندير معكم الكشاري، نوري لكم كاينين شي بنات سولوني على الكشاري. داك النهار حطيته في الفيسبوك، ما عرفوش شنو هو. المهم كشاري وصفه مصريه، معروف عندهم المصريين كيديروه، يعني من الاكلات ديالهم، بحال ديالنا حنا، عندنا كسكسو، عندنا الرفيسه، عندنا بسطيله. المهم هما عندهم كشري، يعني من الوصفات المعروفين ديالهم. ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنديروا ليه، ونوريكم ان شاء الله الكريون اللي سولتوني عليه. فوالا البنات، بالنسبه للكشري نبدا معكم بالكشري. بالنسبه للكشري اش كتحتاجوا؟ كتحتاجوا العدس، ها انتما العدس كتصلقوه. هنا راه كيبان لكم شي حبات ديال الرز، راه غير تخلطوا ليا، حيت كانوا تخلطوا ليا قبل ما نسلقوه، وصافي قلت بلا ما نحيدهم. كان الميكا، المهم تفرقعت ليا الميكا ديال الرز وديال هذا، المهم واحد التخربيقه طرات ليا، ماشي مشكل، ما ديوش على داك الرز. المهم هنا عدس مسلوق عادي كتسلقوا، طيبوا الماء حتى يطيب مزيان، وكديروا فيه العدس يتسلق. هنا عندنا لي بات هي مسلوقه، اي نوع بغيتو ديال لي بات، بغيتو هاد المجعبه ولا بغيتو الروسول ولا المجعبه ولا انا داك النهار شفت واحد المصريه دارته حتى بالسباكيتي. والروز، الروز هو مسلوق عادي، الروز هو كتسلقوه كيف ما كتسلقوا ديما الروز، وكتاخدو هذه هي اللي كتحمقني انا، البصله مقليه في الزيت، كتشدوا البصله كتقطعوها رقيقه. هنا راه جوج بصلات، المهم راه انا ولادي كلاو، انا باقا ما كليتش، راجلي ما عندوش معاه. المهم كل واحد، انا كيحمقني ولادي تا هما، وسبحان الله راجلي ما كيبغيش. فوالا المهم ها نتوما بصله كتقطعوها رقيقه، كتقليوها في الزيت، وكتقطعوا معاها شي ثلاثه الريوصه ديال الثومه. المهم راه مخلطه معاها الثومه مقطعاها، نتوما هادي طويله ولكن كاين شي وحدين صغار من هكا، حيت الاولين قطعتهم صغار ومن بعد الاخرى درتها طويله. ها نتوما هنا نوريكم، حتى هي كتقطعوها رقيقه، ها هي شتو. فوالا كتقليوها في الزيت، ديروا الزيت يسخن وكتقليو فيه البصله والثومه، ومن بعد داك الزيت كتاخدوه. اش كديروا به ملي كتاخدوه؟ كتبغيو ديروا لاصوص ديال الكشاري. المهم انا هاد الكشري راه اللي كندير انا، يعني راه الا بغيتو الكشري ديال الصح دخلوا عند المصريين. المهم هذا هو اللي كندير انا لوليداتي، شحال من عام يعني كانت كديرو اختي فاش كنا باقيين صغار وداك الشيء. فوالا المهم كتاخذوا مطيشه، انا خديت المطيشه غير ديال الكارطونه اللي عندنا هنا في فرنسا كتباع، كتاخذوها كتزيدوا عليها الزيت اللي قليتو فيه البصله والثومه، كتخويو منه، هو اللي كتزيد زعما الزيت اللي غديرو، ما ديروش زيت عاديه، غديرو هذاك اللي قليتو فيه باش كتكون البنه ديالو زوينه، هي اللي كديروها مع لاصوص. وكتزيدوا شويه ديال الخل، واحد جهد جوج معلقات ديال الخل هكاك، وكتزيدوا البزار والملحه وتحميره والكمون والقزبر مطحون، قزبر مطحون كارم مطحون، صافي. المهم هذا اولى، والهريسه. المهم هما يا راه كيديروا كيف قلت لكم، هما يا المصريين كتكون عندهم صوص كتكون فيها هذا، فيها الخل. المهم كما عرفتش، المهم داكشي اللي كيديروه هما، كتكون وحده فيها الخل وعاد عندهم لاصوص الاخرى اللي حاره. المهم انا كندير سميتو هذه، فيها كل شيء، فيها الخل، فيها الحار، فيها المطيشه، يعني كل شيء في هاد لاصوص هي اللي كنديرها في الكشري. المهم غنوريكم دابا كيفاش البريزونطاسيون تاعو. كتاخذوا الطبسين، نحاول نبعد شويه، فوالا. الوغ كتاخذوا طبسيل عادي، طبسيل اللي غتاكلوا فيه، كديروا فيه، انا نوريكم داكشي يعني اللي كندير انايا. وبالنسبه للبنات اللي بغات الحمص والفول ديروه، تيجي تا هو تيجي فيه زوين، هما ضروري كيديروا الحمص
ولا بغيتو ديرو ديرو الحمص حتى هو مسلوق والفول. المهم غندير هادشي بزاف حيت انا راه نافي ندير هذا باش ناكلو، انا باقي ما كليتش، ندير غير القياس اللي غنقدر ناكلو الاخر بلا ما نخلطو. المهم كتاخدو لي بات، معليش نزيد راه كيجي الحرام بنين الصراحه، واخا دابا راه ما فيهش الجوع بزاف ولكن غادي ناكل ان شاء الله. كديروا لي بات، كديروا فوق منه الرز، كيجي بنين والله حتى زعما انا بعدا كيحمقني حتى الدراري ملي كنديرو كيفرحوا كيطلبوني ديري لنا هانتوما هكا، كيطلبوني مره مره زعما باش نديرو ليهم. وكديروا العدس من الفوق، هذه الطريقه ديالي البنات. المهم انا كنقول لكم انا راه ماشي مصريه، انا راني مغربيه ولكن المهم حتى حنا كنبغيو نذوقوا يعني شي حوايج اللي ماشي ديالنا. وكتاخذوا السميتو هذه البصله مقليه، انا هذه هي اللي كتجيني كتبنن اكثر، هذا الشيء كامل لما كانتش هذه كيجيني ناقص بزاف، كنموت انا على البصله معاه هكا. المهم كاين هادي وهذا، بعض المرات ولادي كيبغيو هادي ما كيبغيوش هما هادي اللي مديره، كيبغيو هادي ديال المجازه. هاد الشيبس تاع هادي الشيبس ديال البصله راه كتباع في المجازات. المهم هما كيديروا هاديك، انا ما عنديش معاها بزاف، انا كنفضل كنقليها انا. فوالا البنات، واش كديروا ثاني؟ كتاخذوا لاصوص هكا يكون حار، كيبغي يكون حار. المهم صافي، كديروا مزيان لاصوص، كتكبوا هكا مزيان. المهم باش يجي بنين. صافي قلت لكم راه ولادي كلاو. المهم هذا راه غير ليا انا ان شاء الله، يعني نتهلا فيه بلاصوص. وفوالا، وهذا هو الكشاري، وهذا ها انتوما مسكي بحال الكسكسو ديالنا. المهم فوالا، المهم هذه هي الوصفه ديال الكشاري اللي بغيت ندير معكم اليوم. ودابا غادي نوريكم داك الكرايون اللي كديره في عينيا، لحقاش سولوني عليه البنات. المهم بصحتكم وراحتكم، جربوه كيجي فن والله حتى كيجي واعر زعما الصراحه، يعني من الوصفات اللي زويونين، ما تندموش انكم زعما ديروهم باش بنادم ينوع واحد شويه. انا عزيز عليا النوع، كندير هذا الشيء، ندير لي سوشي، ندير الفلافل، ندير المهم كنخلط شويه. وبالنسبه لبنات الكرايون ها انتم راه هو هذا، ها انتم هذه هي. المهم شريته انا هكا ابخي فين غتلقاوه، ما نقدرش نقول لكم، انا هنا في فرنسا خديته من عند واحد السيد كيجي في المارشي مره مره، هو ومرته كيبيع سميتو كيبيع المكياج. فوالا المهم هو اللون ديالو الصراحه كحل زويون، ها هو هذا هو اللي هو. انا وريتكم هذه البواطه حيت كنت خايده جوج، راه نفسه ها انتم السميه راه هي ها انتم شوفوا السميه، وها هي مبلاش ها هي ما تكي غتبان لكم. المهم ها هي راه نفس السميه كتبان وقيله فلو بون جيسبر تكون المهم بانت لكم صافي. المهم ها هي ديروا ليها سكريها ولا المهم كتبوا السميه ولا ديروا ليها فوالا. المهم شوفوا كيفاش تعقلوا عليها، قلبوا عليه صراحه زويون، غير هو راه شي واحد شويه كيضيع، ماشي غنقول لكم راه ثاني واعر واعر. المهم اللون ديالو واعر ولكن راه واحد شويه يعني لا هذا لا، مره مره تجيو تقدروا تلقاوه ولكن ماشي بزاف، حيت كاين اللي كيكون كيضيع بزاف، مي هو لا واحد شويه يقدر يضيع لكم واحد شويه، يعني مره مره حداو معاه. فوالا هانتوما الا بغيتو تصوروها صافي، هدي سميتو هكا يا شريتو انايا الثمن وداكشي ما عقلتش، مكتوبة فيه هنا 24 اور زعما كيبقى. فوالا البنات، المهم ما عقلتش واش خديتو بجوج اورو ولا باورو ولا، المهم ما غاليش راه غير من يعني كنت خايده غير من المارشي،
صافي. المهم هادشي البنات هادشي اللي كاين، المهم سولتوني عليه يعني درتو لكم باش تقلبوا عليه هنايا. بالنسبه للبنات اللي في فرنسا راه تقدروا تلقاو عند اللي كيبيعوا المكياج ولا في المارشيات ولا المهم ما عرفتش والله ما عرفتش فين زعما بالضبط تقدروا تلقاو في حاله. المهم هاني درتو لكم وقلبوا عليه، ونقول لكم السلام عليكم ونخليكم باش ناكل الكشري ديالي. هانتوما كتبغيو تاكلوا غنوريكم كي كديروا ليه. تخلطوه هانتوما خلطوه وديروا البصيله ضروري، البصيله هي اللي كتبنن مع الثومه الصراحه. صافي وكتهزوا هكايا وكتاكلوها، لذيذ لذيذ صراحة زوين والله. جربوه يا سلام والله واعر ويعجبكم ان شاء الله. عرفتي مع داك الشيء مخلط ومقوي البنات زعما الصراحه. هادشي اللي فيه عرفتي البصله والثومه والعدس، عاد زيدوا يعني الشيء الاخر لهذاك النشوات ومهم في الروز وفي لي بات، عاد زيدوا مطيشه تاهي خضيره لا فواكه فاكهه. المهم ولا درتو فيه سميتو البوتاسيوم، بوتاسيوم وقيلا في الحمص، الا درتو الحمص والفول ثاني راه حاجه اخرى، راه كيكون فريمون ريشون بهذا الفوائد ديال المهم الغذائيه اش كيقولوا لهم، المهم كيقولوا لهم شي حاجه معقد. نوريكم واحد من اللعيبه تاع هي ها اللعيبه الواعره هي هادي، عرفتي هادي هادي ما نقولش لكم شنو هي هادي، واحد الدجاجه خطيره غنديرها ان شاء الله للعشاء. راه الصباح كنت باغا البارح ندير لها لقاء ما الساعه ما ساليش. هادي واحد الدجاجه كي كتجي وصفه ديال ماما، هادي تطلعوا لي القناه ونعطيكم لا غوسيت ديالها. عرفتي هاد الدجاج هذا ما تقدروش تخيلوا كيفاش بنين صراحه، واعر 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 داكشي اللي فيه الداخل وداكشي. المهم غنخلي لكم التصويره ديالهم اللي غيطيب، وان شاء الله ملي يوليو عندي المشاهدات بزاف وداكشي نديروا لكم داك الساعه ما كبراش فيكم، دابا باقي على شويه الحال. ولا المهم البنات نضحكوا شويه. المهم نقول لكم السلام عليكم والى فيديو جديده ان شاء الله، خليتكم في امان الله. ونتمنوا البنات والله كنتمنوا ان شاء الله ربي يحيد هاد كورونا. حقاش دابا المشكل ان قالوا هنا في فرنسا ان الولاد غادي يبداو قرايه لو 11 ماي. المشكل انه فكر ان الدراري الصغار ما كيتعرضوش بزاف للمرض يعني كيجيهم ساهل، ولكن ما فكروش انهم يقدروا يجيبوا لوالديهم الله يستر. ولا كاين اللي والديه كيكونوا شويه مراد عندهم يعني شي مرض ولا شي حاجه هكا السكر ولا طونسيون ولا جداتو ولا يعني راه شويه خطر هاد القضيه. ما عرفناش دابا نورمالمون غادي يطبقوا راه غيبداو ليكول. نتمنى يعني تحيد باش حتى هما يبداو يقراو نيت وما نبقاوش حنايا مشوشين وبنادم عايش مخلوع داكشي. المهم السلام عليكم والى فيديو جديد ان شاء الله.